صباح كل حدا انضم لنا بهذه الفترة الصباحية، وهلأ وصلنا لأولى محاورنا، ومثل ما تعودنا من محافظة اللاذقية أنه ناخذ شيء طابع من هذه المحافظة، واليوم خصصناها للحديث عن الأشجار المثمرة. مثل ما بنعرف على مدار السنة في كثير من المواسم محافظة اللاذقية والفلاحين والمزارعين بيتغنوا فيها، وبتكون هي موسم ومردود اقتصادي وبيئي. لنحكي أكثر عن الأشجار المثمرة وأهميتها للمزارعين وللبيئة الساحلية، بالإضافة ما هي الأساليب الحديثة لقطف هذه الأشجار المثمرة. بالتفاصيل أكثر بسعرنا يكون معنا الدكتور جورجوس مخول، وهو أستاذ في كلية الهندسة الزراعي في جامعة تشرين. يعطيك العافية دكتور، أهلا وسهلا فيك. الله يعافيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. يعني مثل ما بنعرف، صباح السادة المشاهدين. يسعد صباحك. مثل ما بنعرف أنه ساحلنا السوري أكيد غني بالأشجار المثمرة والمتنوعة، إذا من حضرتك بداية بدنا نعرف شو هي أهم أنواع الأشجار المثمرة بالساحل. صباح الخير مرة ثانية لكم وللسادة المشاهدين. طبعا هذا السؤال من الأسئلة المهمة جدا، وخاصة أن اللاذقية أو المنطقة الساحلية بشكل عام تمتاز بتوفر بيئات مختلفة لزراعة وتنوع الأشجار المثمرة، بدءا من مستوى سطح البحر وحتى الارتفاعات التي تتجاوز 1200 متر عن مستوى سطح البحر. وبالتالي نجد في هذه المنطقة تنوع زراعي للأشجار المثمرة بشكل كبير جدا. نبدأ من الحمضيات بمستوى سطح البحر، ومن ثم تبدأ الارتفاعات، نبدأ مع شجرة الزيتون من هي الأشجار الاقتصادية المهمة جدا، ثم تبدأ أشجار اللوزيات كالمشمش والخوخ والدراق، وأيضا نبدأ بالتفاحيات وخاصة التفاح والكمثرة أو ما يسمى بالإجاص في العامية، هو في الكمثرة في اللغة العلمية، بالإضافة إلى بعض الزراعات الأخرى كزراعة الكرمة والتين والرمان. وهناك بعض الزراعات التي دخلت إلى هذه المنطقة بشكل متأخر أو حديثا، نحن ندعيها حديثا، كشجيرات الكيوي على سبيل المثال، الأفوكادو من مستديمات الخضرة، وبعض الأشجار الأخرى التي تنتشر في هذه البيئة. هذا التنوع في البيئة باختلاف درجات الحرارة واختلاف التربة وبما تؤمنه، نلاحظ أن هذا التنوع كبير جدا، ولهذه الأشجار قيمة أهمية أو قيمة اقتصادية للمزارع. ولكن سنتكلم بالتفصيل إذا كان هناك أسئلة أخرى حول هذا الموضوع. دكتور، هلأ مثل ما تفضلت وقلت حضرتك، فعلا يوجد يعني أشجار مثمرة متنوعة في الساحل السوري كلهم حسب الأرض المناسبة لها، لكن إذا بدنا نحكي عن الخدمات التي يجب أن تقدم لهذه الشجرة المثمرة لترجع بمردود إنتاجي واسع للمزارع. في الحقيقة زراعة الأشجار يمكن أن نقوم بها في أي وقت أو أي مكان، ولكن هذا لا يعني أننا نحصل على إنتاج وبنوعية. الغاية الأساسية من زراعة أي محصول لكي يكون له مردود اقتصادي يجب أن يزرع بطريقة علمية، وأن يعامل أو تقدم له عمليات الخدمة الزراعية بطريقة علمية وصحيحة. صحيح. وبالتالي من أهم عمليات الخدمة الزراعية لأي شجرة مثمرة يأتي في مقدمة هذه العمليات هي عملية التقليم. بالنسبة لأشجار الفاكهة والأشجار المثمرة، التقليم من أهم عمليات الخدمة الزراعية، وبعدين أو فيما بعد من العمليات الخدمة الزراعية عمليات الري، عمليات الفلاحة، عمليات التسميد، عمليات المكافحة للأمراض والحشرات التي تصيب هذه الأشجار المثمرة، لضمان الإنتاج بشكل جيد بالكمية والنوعية، ونحن نبحث عن النوعية بالدرجة الأولى. فعمليات التقليم على سبيل المثال تختلف من شجرة إلى أخرى. عملية التقليم ليست واحدة لكل الأشجار المثمرة. فالحمضيات لها طريقة خاصة في عمليات التقليم حسب طبيعة الإسمار، أين توجد البراعم المثمرة في الحمضيات وأين تتوضع، وبالتالي تقليمها يختلف عن شجرة الزيتون. شجرة الزيتون تختلف عن شجرة التفاح، التفاح يختلف عن الكمثرى، يختلف عن المشمش، يختلف عن الدراق إلى آخره. إذا لكل نوع من هذه الأنواع طريقة، وليس التفاح النوع فقط، حتى الأصناف ضمن النوع الواحد قد تختلف في طريقة التقليم حسب وحدة الإسمار الموجودة فيها. مثل شو مثلا؟ على سبيل المثال التفاح،
هناك الصنف جولدن ديليشس وهناك الصنف ستاركينج ديليشس. نحن بنسميه المزارع بيسميه التفاح الاصفر والتفاح الاحمر. طيب ما هن من التفاح وصنفين مختلفين لنوع التفاح اللي موجودين. وحدات الاسمار الموجوده في الجولدن ديليشس اللي هو التفاح الاصفر اللي بنسميه تختلف قليلا عن وحدات الاسمار في الستاركينج ديليشس. الستاركينج ديليشس يحمل بالدرجة الأولى على الدوابر ومن ثم على الفريعات الرمحية وقليل منها على الفريعات السمرية المتوسطة، بينما الجولدن ديليشس يحمل على الفريعات القصيرة سواء الدوابر، الدوابر المركبة، الدوابر البسيطة، يحمل على الفريعات الرمحية ويحمل على الفروع السمرية المتوسطة. إذن يختلف حتى ضمن الصنف في النوع الواحد. نعم. احيانا هناك طرق تتبع في عمليات التقليم. نعم. في عمليات التقليم حسب طبيعه الزراعه والاصل المستخدم. هل الزراعه زراعه كثيفه؟ هل انا استخدم اصول مقصره ام استخدم اصول متوسطه قوه النمو ام استخدم اصول مقويه؟ وبالتالي مسافات الزراعه تختلف، طريقه التقليم تختلف، وبالتالي للتحكم في حجم تاج الشجره وارتفاع تاج الشجره وانتشار. نعم. الفروع في الشجره بشكل عام. النوع والطريقه طبعا كما ذكرت. نعم. اذا النوع والاصناف. نعم. وهون بضيف مثلا في التفاح وحدات الاسمار هي التي يمكن ان تعيش حتى 12 سنه وبالمتوسط حتى احيانا تصل الى 16 سنه. إذا معمرة، وحدات إسمارية معمرة، بينما في الزيتون على سبيل المثال الحمل يكون فقط على نموات العام الماضي، يعني على نموات حديثة تشكلت في العام الماضي كانت تسمى طرود، دخلت في الشتاء، بدأت في الموسم النمو، هي التي ستحمل في هذه الحالة ولا يحمل على فروع بعمر سنتين ولا ثلاث سنوات ولا اربع سنوات. اذا التقليم هنا يهدف الى تأمين نموات خضرية خلال موسم. نعم. النمو التي ستحمل في العام القادم. بينما في التفاح المحافظة على وحدات الإسمار المتشكلة من سنوات وهي الدوابر والفريعات الرمحية والتي يمكن أن تعطي ثمار بمتوسط يصل حتى 16 سنة. حلو. وبالتالي إذن تختلف طريقة التقليم ونوع. نعم. التقليم وطبيعة التقليم. إذن حسب كما ذكرت النوع دكتور وكما ذكرت التفاح هو للسنوات، بينما الزيتون من العام الماضي والآن يعني موسم الزيتون وموسم قطف الزيتون قريبا. إذا بدنا نحكي عن هذه الشجرة وهي من الأهم الأشجار الموجودة بساحلنا وطبعا مثل ما بنعرف أنه هي موسمية في هذا الوقت، إذا بدنا نحكي عن الزيتون لهذا العام، أيضا طريقة قطاف الزيتون لهذا العام كيف عم بيكون؟ هل في خلينا نقول مبادئ أو عندكم مؤشرات أولية عن حمل الزيتون لهذا العام؟ طبعا شجرة الزيتون هي من الأشجار الاقتصادية الهامة جدا في سوريا بشكل عام وفي المنطقة الساحلية أيضا بشكل أساسي. وأنا أذكر هنا أنه في العام الماضي احتلت اللاذقية المرتبة الأولى في إنتاج الزيتون، بينما في السنوات السابقة كانت محافظة إدلب حلب تحتل المركز الأول واللاذقية المركز الثالث أو الرابع. في العام الماضي احتلت المركز الأول من حيث الإنتاج والإسمار. شجرة الزيتون من الأشجار التي تحتاج إلى عمليات خدمة خاصة التقليم وتشجيع كما ذكرت منذ قليل تأمين النموات الخضرية بالطول المطلوب للموسم القادم الذي سيتم الحمل عليه، وهذا يتطلب منا عمليات خدمة علمية موجهة. يجب على الوحدات الإرشادية ومرشدين المهندسين الزراعيين المرشدين لهذه الزراعة أن يقدموا الخبرة الكافية للمزارع وتوعية المزارع على كيفية تقليم هذه الشجرة وما هي عمليات الخدمة التي يتم تقديمها. وهنا بما أنك تعرضت لموضوع القطاف، الحقيقة نحن تعودنا أن نقوم بقطاف ثمار الزيتون من خلال استخدام العصا، وبالتالي نقوم بعملية ضرب الثمار على النموات. نحن ذكرت منذ قليل أن النمو الذي تشكل في العام الماضي هو الذي سيحمل الثمار جانبيا ومن ثم البرعم الطرفي خلال موسم النمو سينمو ليعطي طرد حديث، نمو حديث هو الذي سيحمل في العام القادم.
فعندما نقوم باستخدام العصا ونضرب الثمار على النمو العام الماضي فنقوم بتكسير هذا الفرع مع النمو الحديث الذي تشكل. صحيح. وبالتالي إذا في العام القادم لا يوجد هناك حمل فمنقول دخلت الشجرة في المعاومة. هنا خطأ في عملية القطاف، إذن عدم استخدام العصا بشكل عام. ويمكن أن نستخدم ما يسمى بالأمشاط، هناك أجهزة حاليا عالميا حديثي. نحن لا نطالب حاليا المزارع البسيط أن يستخدم هذه الأجهزة، ولكن هناك أمشاط مشاطات خاصة يمكن أن نستخدمها في عملية قطاف ثمار الزيتون ونحافظ على هذه النموات الحديثة التي ستحمل في العام القادم. هذه نقطة. النقطة الثانية، عملية القطاف لها أهمية كبيرة في تحديد نوعية الزيت المنتج. فعندما الثمار تتعرض لأضرار ميكانيكية من خلال وجود العصا فعمليات التخمر فيها ستكون سريعة. صحيح. وبالتالي سيرتفع أسيد الزيت وسيختلف البيروكسيد وسيختلف كثير من مكونات الزيت، وبالتالي نوعية الزيت اللي منتجة فهي ستكون رديئة النوعية مقارنة بالثمار المأخوذة من خلال القطاف الطبيعي البسيط من خلال الأمشاط الموجودة. نعم. نرجع للأشجار المثمرة دكتور، يعني مثل ما تفضلت وقلت حضرتك التقليم هو أول بند للحصول على إنتاج ذات مردود عالي بما يهم اقتصاديا للمنطقة الساحلية، بالإضافة لعديد من الإجراءات مثل ما تفضلت وقلت حضرتك، مثل ما القطاف يختلف عن بالزيتون يختلف بالأشجار المثمرة بأصنافها المتنوعة. نعم. إذا بنحكي كمان عن طريق الحراثة وأهميتها للحصول على مردود زراعي، عمليات الفلاحة تقصدين عمليات الفلاحة من عمليات الخدمة الزراعية، فعمليات الفلاحة أيضا متطلبات الفلاحة للأشجار المثمرة يختلف من نوع إلى آخر ومن أصل إلى آخر المستخدم المطعم عليه الصنف المطلوب. فهناك بعض الأشجار تحتاج إلى فلاحات، وبعض الأشجار يمكن أن نبتعد عن عمليات الفلاحة، وخاصة بعد أن تصل إلى سن الإسمار المليء خاصة في الحمضيات. في الحمضيات نستبعد زراعة نستبعد استخدام الفلاحة في بساتين الحمضيات. في بساتين الزيتون يمكن أن نخفف من الفلاحات، وإذا قمنا بعمليات الفلاحة يجب أن تكون عمليات الفلاحة سطحية وبالتالي لا تتجاوز 5 إلى 7 سنتيمتر، لأن المجموع الجذري الذي يقوم بعملية امتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة هو يتركز على عمق ما بين 25 إلى 25 سنتيمتر. فأي فلاحات عميقة سنقوم بتقطيع هذه الجذور، وبالتالي سنحرم الأشجار من كمية كبيرة من المواد الغذائية. إذا تختلف في التفاحيات في اللوزيات ننصح بالفلاحة العميقة الخريفية في الخريف، وبالتالي لتشجيع تجديد المجموع الجذري الموجود بالقرب من سطح التربة في متساقطات الأوراق، وأيضا نشجع الأشجار على توجيه نمو الجذور باتجاه الأعماق لمقاومة الجفاف خاصة في الزراعات المطرية التي تعتمد على مياه الأمطار. إذن مهمة، ولكن في الربيع والصيف لا ننصح بإجراء أي فلاحة عميقة، إنما فلاحات سطحية جدا للتخلص من الأعشاب الضارة من ناحية، وأيضا لكسر الشقوق المتشكلة من خلال ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة وملء مسامات التربة السطحية لحفظ الرطوبة قدر المستطاع في الأعماق لتستفيد منها. إذا هي دكتور هالخطوات بنعتبرها من هي من متابعة الأشجار المثمرة، يعني في أكيد متابعة بعد زراعة وحراسة هذه الأشجار، ومن ثم تأتي الأهمية هي متابعة الأشجار وزراعتها، يعني كيف بتتم عملية المتابعة؟ أيضا مكافحة الإصابات إذا كان من هناك إصابات للأشجار. طبعا الأشجار المثمرة تبدأ العناية بها منذ الزراعة، منذ تحضير التربة. قبل أن نقوم بالزراعة يجب أن نحضر التربة بالطريقة الصحيحة، وطبعا هنا لا يوجد مجال حتى أتكلم بالتفصيل ما هي الخطوات التي نحضر بها التربة. نعم. ومن ثم الزراعة، وبعد الزراعة ستقدم كافة عمليات الخدمة الزراعية بشكل متكامل. عمليات الخدمة الزراعية هي متكاملة، لا يوجد فلاحة بدون ري على سبيل المثال إذا كانت الزراعة مروية، لا يوجد فلاحة بدون تسميد، لا يوجد فلاحة وتسميد دون عمليات مكافحة. إذن هي لا يوجد مكافحة وري وتسميد دون وجود عملية تقليم. إذن عمليات الخدمة الزراعية هي عمليات متكاملة. صحيح. يجب أن تقدم للشجرة بالطريق الصحيح، ولكن تختلف
عمليات الخدمة الزراعية من مرحلة إلى أخرى. في المراحل الأولى للزراعة نقوم بتربية الأشجار للوصول إلى الشكل الملائم لتاج الشجرة حسب طريقة التربية، ولكن بعد أن تدخل هذه الأشجار في طور الإسمار، عند ذلك سنلجأ إلى ما يسمى بالتقليم الإسماري، وليس فقط التقليم التشكيلي، التقليم الإسماري لنحافظ على النمو. هناك كثير من الأمراض قد تترافق، وخاصة في المنطقة الساحلية، الأمراض الفطرية بالدرجة الأولى. على سبيل المثال، توفر الرطوبة، توفر درجات الحرارة، وبالتالي لابد من علاج هذه الأمراض في الوقت المناسب. يجب أن يكون هناك دراسة لمعرفة الطور الذي يمر في هذا المرض، ومتى يجب أن نقوم بالعلاج أو المكافحة الوقائية وليست العلاجية قبل أن نصل. ونحن هنا ويمكن أن نقول بأننا نتوجه باستخدام الأعداء الحيوية، وأن نبعد قدر المستطاع عن استخدام المبيدات الحشرية. نعم. لنتوجه باتجاه زراعة نظيفة. إذن هناك مراكز تربية أعداء حيوية. نعم. يمكن أن نطلق هذه الأعداء الحيوية حسب النوع النباتي، حسب الشجرة، وبالتالي في الموعد المناسب، وبالتالي سيخفف كثيرا من شدة الإصابة الموجودة بهذا المرض أو بالحشرات أو بالفيروسات أو إلى آخره. إذن في عنا طبعا الأكاروسات، حكيت، وليس الفيروسات، الأكاروسات. فبالتالي إذن هذه الأعداء الحيوية تساعدنا في التخفيف من الإصابة. ولكن لا نتدخل بالمبيدات إلا عند الضرورة، عندما تكون العتبة الاقتصادية للإصابة أعلى من المسموح به عالميا، حتى لا نخسر الإنتاج، فيمكن أن نتدخل في الوقت المناسب باستخدام هذه المبيدات الحشرية. يعني دكتور جورجوس، نحن عم نحكي عن عملية متكاملة. نعم. سواء أكان من أول مرحلة حكينا عنها هو التقليم، ولكن الأهم من هيك أنه نختار نحن الموقع الأساسي لهذه الأشجار. الحقيقة سؤال مهم جدا جدا جدا، وهذا ما يجب أن يعلمه المزارع عند اختيار النوع والصنف. صحيح. المراد زراعته حسب المنطقة المتوفرة. وهنا يجب أن نقول بأن هناك بعض الأشجار، وخاصة مستديمات الخضرة، التي لا تتطلب إلى ساعات برودة خلال فصل الشتاء، وعلى العكس لا تتحمل انخفاض الحرارة إلى الصفر المئوي، قد يؤدي إلى موت المجموع الخضري كما هو الحال في الحمضيات. صحيح. إذن يمكن أن نقوم بزراعتها في مستوى سطح البحر. إذا زرعت في مرتفعات تزيد 600 700 متر 1000 متر، ففي الشتاء ستتعرض لانخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى موت هذه الشجرة. صحيح. وعلى العكس لا يمكن أن أقوم بزراعة التفاح جولدن ديليشس أو ستاركينج ديليشس أو أي صنف من أصناف التفاح التي تحتاج إلى ساعات برودة، أن أقوم بزراعتها في مستوى سطح البحر، لأنها لا تحصل على ساعات برودة دون 7 درجة مئوية كافية لكسر طور الراحة في هذه البراعم، فيمكن أن تنمو خضريا دون أن تعطيني أي إنتاج أو ثمار. صحيح. وبالتالي إذن يجب أن أختار المنطقة الملائمة لزراعة أي نوع نباتي. وبالتالي عندما يكون لدينا مثلا اللوزيات والتفاحيات، اللوزيات لا تتطلب ساعات برودة كما هو الحال في التفاحيات، فنلاحظ أن اللوزيات تزرع على ارتفاعات من 200-300 متر كما هو الحال في الدراق عن مستوى سطح البحر، وحتى 700-800 متر عن سطح البحر، بينما التفاح يجب أن يبدأ بارتفاع من 800 متر. صحيح. 600-800 متر عن سطح البحر، وحتى 2000 متر 2500 متر عن سطح البحر. إذن الاختيار المناسب للبيئة حسب درجات الحرارة المطلوبة. نعم. هل تتطلب ساعات برودة أم لا تتطلب لكسر طور الراحة في البحر؟ إذن دكتور، شروط متعددة لنجاح هذه الزراعات المثمرة وبهيدي المتابعة مثل ما ذكرت حضرتك، ضمن هي تعتبر نصائح اليوم للإخوة الفلاحين والمزارعين من أجل محصول جيد وإنتاج مثمر. نتشكرك جزيل الشكر دكتور جورجس ولكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها بهيدي الفقرة. طبعا الموضوع يطول، يعني إذا بدنا نحكي عن زراعة الأشجار المثمرة في ساحلنا تحديدا الموضوع يطول، لكن حاولنا قدر الإمكان بهيدي المعلومات نختصر يعني هذه الزراعة اللي فعلا هي مثمرة بساحلنا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، والحقيقة هو الموضوع يطول ويمكن أن نتكلم الكثير الكثير حول هذا. نعم. الموضوع بحر من المعلومات. ويمكن أن أضيف فقط
أن مزارعنا يحتاج إلى توجيه وأن يحتاج إلى مدارس حقلية ليرى بأم عينه ما هي الطريقة الصحيحة في كل هذه العمليات الخدمة الزراعية، وكيف يجب أن يختار المحصول المناسب للمنطقة المناسبة وكيف يتعامل معها. أكيد مثل ما تفضلت زميلتي نادين رح يكون لنا لقاءات لاحقة ونضوي أكثر على هذه الفترة، كونه ساحلنا السوري غني كثير بهذه المحاصيل وهو الموسم الأساسي لكثير من المزارعين. أهلا وسهلا فيك دكتور جورجوس مخول، أستاذ في كلية الهندسة الزراعية جامعة تشرين، نورتنا. إن شاء الله قادم الأيام تكون حاملة هذه الكلية بكوادرك للخير. الشكر الكبير لكم وللسادة المشاهدين اللي تحملوني أني أنا شكرا لكم لاستضافتكم، وهي أنا بقول هون للإعلام السوري دور مهم جدا في توعية المزارع وتقديم النصائح المهمة من خلال هذه اللقاءات المتنوعة، وإن شاء الله سنلتقي في الحقول وأنا أقدم أي خبرة وأي معلومة دون أن أتردد. وشكرا لكم مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك دكتور.